وكان عمر يمشي وفي يده سيف ليقتل النبي. أين تذهب يا عمر؟ قال عمر: أريد أن أقتل محمدا. أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وزوجها قد أسلما. محمد، peace be upon him, never return violence by violence, even when Islam was in its strongest position. Muhammad n'a jamais réagi par la violence contre la violence, même dans les situations les plus critiques de l'islam. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وعرفوا أن عمر بالباب، ودخل عمر عليهم غاضبا، وقال عمر: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قال سعيد: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على سعيد فضربه وأوقعه أرضا. يا عمر، إن الحق في غير دينك، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فلما رأى عمر الدم استحى وقال: أعطوني هذا الكتاب فأقرأه. إنك رجس، فقم واغتسل. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فقال: ما أحسن هذا الكلام، دلوني على محمد. ووقف الخباب مختبئا يسمع عمر وهو يقرأ. يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد اختصك بدعوة نبيه، فإني قد سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأحب رجلين إليك، أبي الحكم بن هشام أو عمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر. فقال له عمر: فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. هو في بيت عند الصفا، معه نفر من أصحابه. وخرج عمر متوشحا سيفه حتى أتى الدار. Thank you.
فقام رجل من الصحابة فنظر من خلال الباب فرأى عمر فتراجع خائفا، فأتى سيدنا حمزة فقال: ما لكم؟ فقال: عمر. فقال: ما به؟ افتحوا الباب، فإن أراد خيرا بذلناه له، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالداخل، ففتح الباب فخرج إلى عمر فلقيه في الحجرة، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه، ثم جذبه جذبة شديدة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنت منتهٍ يا عمر، حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب مع حمزة بن عبد المطلب، وبدأ الإسلام ينتشر في القبائل. وذهب عمر إلى أبي جهل ينذره، وضرب عمر على باب أبي جهل لينذره. أهلاً، أهلاً ومرحباً بابن أختي، ما الذي جاء بك؟ فقال عمر: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد. أهذه من خلقت السماوات والأرض وما بينهما؟ أهذه من تحيينا وتميتنا؟ أهذه الأحجار هي التي ترزقنا؟ الشكوى يقتلني، يقتلني. يا آلهة العظيمة، المال المال، أريد السؤدد والمجد، أريد السؤدد، أريد المجد. ومن القصص النبوية قصة ماعز بن مالك، حيث جاء ماعز بن مالك إلى النبي: يا رسول الله طهرني. فقال الرسول: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد: يا رسول الله طهرني. قال الرسول: ارجع فاستغفر الله وتب إليه. يا رسول الله طهرني، يا رسول الله. فقال النبي مثل ذلك، حتى كانت الرابعة، قال له الرسول: مما أطهرك؟ قال: من الزنا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أبيه جنون؟ فأخبر أن ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ نعم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سأسافر يا عابد. إلى أين يا راجح؟ سأعود إلى اليمن كي أنشر هذا الدين. ولمن تتركني؟ لما تقطعني بعد أن أوصلتني بالله؟ احمد الله على نعمة الإسلام يا عابد. الحمد لله. هل ستعود؟ بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام. الإسلام؟ مولاتي جويرية، سمعتك تقول شيئا. لا لا، لم أقل شيئا. ولكنك قلت الإسلام. اكتم إيمانك يا عابد، فمولاتك على غير دينك، وذلك حتى ينصر الله دينه. لا 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 يا مولاتي. إذن فمن هذا الرجل الذي خرج من عندك وهو يقول محمد رسول الله؟